بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي. إن شاء الله النهاردة بنتكلم في الجزء الخامس من المراجعة العامة لجزء الكيمياء العضوية، ونبدأ هذا الجزء بالأحماض العضوية وتصنيفها ثم تسميتها وتحضيرها وخواصها الفيزيائية وخواصها الكيميائية، ثم نتعرض إلى استخدامات الأحماض العضوية في حياتنا، وننتقل إلى موضوع الاستيرات ونعرف الصيغة العامة للاستيرات وتسمية الاستيرات وطرق تحضيرها وخواصها الفيزيائية وخواصها الكيميائية، ثم نختم هذا الجزء باستخدامات الاستيرات في حياتنا. الأحماض الكربوكسيلية معروف أنها مشتقات للهيدروكربونات، يعني أي هيدروكربون ممكن أشتق منه حمض كربوكسيلي، سواء هيدروكربون أروماتي أو هيدروكربون أليفاتي. ومن الطبع هي من أكثر المركبات العضوية حمضية. تحتوي هذه المجموعة على مجموعة كربوكسيل أو أكثر من مجموعة كربوكسيل. الأحماض الكربوكسيلية أو الأحماض العضوية هي أحماض ضعيفة الحمضية بالنسبة للأحماض غير العضوية أو الأحماض المعدنية زي حمض الكبريتيك وحمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك. بتكون فيما بينها سلسلة متجانسة زيها زي الهيدروكربونات، لأنها مشتقات من الهيدروكربون. وبالتالي أن كل جزء أو كل عضو من هذه المركبات بيزيد عن سابقه بمجموعة مثيلين، سواء في المركبات الأروماتية أو الألفاتية. لو احنا كتبنا الصيغة العامة للحمض الكربوكسيلي او الحمض العضوي الأليفاتي هنلاقيه RCOOH. الحمض الأروماتي اللي هنطلق عليه حمض أروماتي بنستبدل مجموعة الألكيل اللي هي R بمجموعة أريل اللي هي ARCOH. بيطلق على الأحماض الأليفاتية المشبعة أحادية الكربوكسيل الأحماض الدهنية، لأن كثير من هذه الأحماض بتكون أو بتوجد في صورة دهون على هيئة استرات مع الجليسرول، وإحنا شفنا هذا في تكوين الإستر مع الجليسرول اللي هو استرات ثلاثية الجليسرايد. مجموعة الكربوكسيل يا جماعة بتحتوي على مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيل، يعني مجموعتين في بعض بتعطي تفاعلات مجموعة هيدروكسيل وتعطي تفاعلات مجموعة الكربونيل. بالنسبة لتصنيف الأحماض العضوية سواء كانت أليفاتية أو أروماتية، فالحمض العضوي الأليفاتي ممكن أطلق عليه أحادي الكربوكسيل أو أحادي القاعدية. ونقطة أحادي القاعدية دي كلمة مهمة جدا، إن إحنا أي حمض سواء أليفاتي أو أروماتي أو حمض معدني بيبقى له قاعدة مقترنة. نمرة 2، انه هذا الحمض اذا كان احادي الكربوكسيل تعادله مول واحد من القاعده، يعني لو انا عندي مول واحد من هيدروكسيد الصوديوم يعادل مول واحد من حمض احادي الكربوكسيل. اما الاحماض ثنائيه الكربوكسيل اقول عليها ايضا ثنائيه القاعديه، يعني تقدر تعادل 2 مول من القاعده. وطبعا من أمثلة الأحماض أحادي الكربوكسيل الألفاتية حمض الأسيتيك، حمض البروبانويك، حمض الفورميك وما إلى ذلك. بالنسبة للأحماض الكربوكسيلية الألفاتية وثنائية الكربوكسيل زي حمض الأوكزاليك أو حمض الساكسينيك، أحماض كثيرة أيضا ثنائية الكربوكسيل. الأحماض العضوية الأروماتية أيضا منها أحماض أحادية الكربوكسيل ونطلق عليها أيضا أحادية القاعدية زي حمض البنزويك، وطبعا ما ننساش حمض السلسليك اللي احنا لنا فيه جولات كثيرة مع الأسبرين وزيت المروخ. الأحماض الأروماتية ثنائية الكربوكسيل أيضا ممكن أقول عليها ثنائية القاعدية، مثل حمض الفيثاليك وحمض التريفثاليك، وحمض التريفثاليك أيضا شفناه في تكوين الإستر اللي هو الدكرون اللي هو البولي إستر. في أحماض عضوية أمينية اللي هي أحماض تعتبر مشتقات أمينية للأحماض الكربوكسيلية، يعني تحتوي على مجموعة أمينو وتحتوي على مجموعة كربوكسيل في نفس الوقت. ومن أمثلتها أبسط عضو لها هو حمض الأنينين، أو أسميه ألانين على طول، أو يطلق عليه حمض 2 أمينو بروبانويك أسيد.
تسمية الأحماض العضوية سهلة جدا ولها طريقتين في التسمية. طبعا عارفين أي مركب في المركبات العضوية له طريقتين في التسمية، طريقة عامة وطريقة تضريبة الأيوباك أو الطريقة النظامية. هنبدأ بالأحماض الأليفاتية، التسمية العامة لها. احنا ما عندناش تسمية الأحماض العضوية الأروماتية، ولكن الأحماض العضوية الأليفاتية ممكن نبدأ نسميها إنها التسمية العامة لها تشتق من اسم اللاتيني للمصدر اللي حضر منه الحمض. يعني مثلا حمض الفورميك بنقول عليه حمض الفورميكا أو حمض النمل، حمض الأسيتيك بيطلق عليه حمض الخل أو حمض البيوتيريك اللي هو حمض الزبدة، كذلك حمض البالميتيك اللي هو حمض زيت النخيل. تسمية الأيوباك، الاسم يشتق من اسم الألكان المقابل، يعني أنا هشتق اسم الحمض من الألكان، وفي نهاية اسم الألكان أضع المقطع واو يه كاف بيسموه أويك. عظيم. يبقى لو أنا عندي ميثان أقول ميثانويك، وبعد اسم الألكان أضيف هذا المقطع، وفي قبل الاسم الألكان أضيف كلمة حمض، زي حمض الفورميك اللي هو التسمية العامة له سميناه حمض ميثانويك. إيثانويك اللي هو فيه 2 ذرة كربون، اللي فيه 3 ذرة كربون طبعا بروبان، يبقى بروبانويك، يبقى حمض بروبانويك. حمض البيوتانويك اللي هو فيه 4 ذرات كربون علشان بيوتان، وهكذا طبعا بالنسبة لباقي الأحماض. أما إذا وجد تفرعات في السلسلة فهتبع النظام التسمية اللي أنا اتبعته في الألكانات. أولا أحدد السلسلة الأم، وبالتالي أحدد منها عدد ذرات الكربون، وبعد أرقم السلسلة الأم، ويبدأ الترقيم من كربون مجموعة الكربوكسيل. لازم أعرف عدد ذرات كربون في السلسلة الأم. نوع المجموعة الوظيفية معروف خلاص، هو اسمها كربوكسيل اللي هو الحمض. يعني هضيف كلمة حمض في بداية الاسم، واضيف المقطع واو يه كاف في نهاية الاسم، خلاص احنا الكلام ده اتفقنا عليه. لكن موقع المجموعة الوظيفية دائما ثابت، ما بيتغيرش ابدا، هو رقم 1 على مجموعة الكربوكسيل اللي هي كربون مجموعة الكربوكسيل. نوع التفرع بقى طبعا احنا عارفين التفرع ده ممكن يكون مجموعة الكيل، ممكن يكون مجموعة فينايل، ممكن يكون ذرة هالوجين، ممكن يكون مجموعة نايترو، ممكن يكون مجموعة مالكايل، او ايا كانت المجموعة التفرع اللي هي متفرعة. اذا تكررت المجموعة الفرعية طبعا اعمل زي ما عملت في الاركانات، اذا كان مجموعتين اقول ثنائي، اذا كان 3 مجموعات اقول ثلاثي، واقرر رقم ذرة الكربون قبل كلمة ثنائي او ثلاثي. موقع التفرع لازم اعرف موقع التفرع على الكربون رقم كام. حمض زي ده كده زي ما احنا شايفين، لازم ابدا بمجموعه الكربوكسيل. مجموعه الكربوكسيل فيها كربون، الكربون دي تاخد رقم 1، يبقى الكربونه الاولى اللي فيها مجموعه الكربوكسيل اللي جنبها ذرتين الاكسجين والهيدروجين هي دي رقم 1. يبقى اذا هقول على الكربونه دي 1، الكربونه اللي جنبها 2، الكربونه اللي جنبها 3، الكربونه اللي جنبها 4. إذا الآن 4 ذرات كربون، يبقى المركب ده اسمه بيوتان. طب احنا اتفقنا لازم اضيف كلمة حمض في بداية الاسم، اقول حمض، وفي نهاية الاسم اعمل ايه؟ اضيف مقطع واو يه كاف، يبقى بيوتانويك. طب هل في تفرع؟ في تفرع، مجموعة الهيدروكسيل. طب مجموعة الهيدروكسيل يبقى هيدروكسي، على الكربون رقم كام؟ على الكربون رقم 3، يبقى 3 هيدروكسي بيوتانويك، حمض 3 هيدروكسي بيوتانويك. نشوف واحد تاني. في ناس اول ما بتشوف المنظر ده كده في المركب اللي احنا شايفينه اللي هو رقم 2 ده، هيقول لي دي مجموعة الكربوكسيل فرعية. مفيش مجموعة كربوكسيل فرعية اطلاقا، مجموعة الكربوكسيل هي تأخذ السلسلة الام، هي اصل السلسلة، فهي ابدأ بيها، ابدأ برقم 1 على الكربون مجموعة الكربوكسيل، 1 2 3 4 5، يبقى المركب ده اسمه بيوتان، عفوا بنتان. اذا بنتان حمض ولا مش حمض؟ حمض. طيب في نهايه الاسم ايه؟ واو يه كاف. عظيم. في عندي بقى ايه دلوقتي؟ عندي تفرعات، تفرع كلورو وتفرع ميثايل. الميثايل على الكربون رقم 2 بالنسبه للكربوكسيل، والكلور على الكربون رقم 4،
لان دي كربون الكربوكسيل رقم 1 2 3 4. الكلور على الكربون رقم 4 والمثال على الكربون رقم 2، بس هكتب الكلور الاول، يبقى اقول ايه؟ كلورو. والكلورو على الكربون رقم كام؟ 4. ليه كتبت الكلور الاول؟ لان السي في اللاتيني او في الانجليزي سي قبل الام. طب بعديها ميثايل، الميثايل على الكربون رقم كام؟ على الكربون رقم 2، يبقى 2 ميثايل. يبقى المركب ده اسمه حمض 4 كلورو 2 ميثايل بنتانويك اسيد. خلي بالك انا كاتب بنتان لوحدها وويك لوحدها علشان بس يعلمك ازاي نسمي، لكن انت لما تيجي تكتب لازم تكتبها كلمه واحده. مركب اخر نفس الكيفيه، برضو مجموعه الكربوكسيل ليست فرعيه. اذا هبدا من مجموعه الكربوكسيل، كربون الكربوكسيل رقم 1، كربون اللي جنبها 2. طبعا مش هبدا يمين، مش هتجه يمين، هتجه شمال عشان اطول سلسله كربونيه. الكربونه اللي بعدها 3 ثم 4، يبقى المركب ده بيوتان وحمض واويك. عندي كم مجموعه فرعيه؟ 2 مجموعه، مجموعتين ميثايل، واحده اهي وواحده اخرى على الكربون دي. طيب الكربون الميثايل تقع على الكربون رقم كام؟ على الكربون رقم 2، وفي ميثايل اخرى تقع على الكربون رقم 3، يبقى 2 ثنائي ميثايل طبعا، 2-3 ثنائي ميثايل بيوتانويك، زي ما احنا تعودنا وتعلمنا التسمية. لو حبينا بقى نشوف تحضير الأحماض الكربوكسيلية، هنحضر على فكرة يا جماعة قبل ما انسى، ناخد بالنا من التسمية. في تسمية عامة لهذه المركبات، لكن مش عندك، مش عليك، في تسمية عامة اللي هي ألفا وبيتا وكلام من ده، احنا مش عندنا هذه الطريقة. هنشوف بقى تحضير الأحماض الكربوكسيلية، هنبدأ بالأحماض الألفاتية وناخد على سبيل المثال حمض الأسيتيك، وله طريقة مشهورة جدا واحنا عرفناها اسمها الطريقة الحيوية، ان انا باخد المحلول الكحولي وبالتالي اذا كنت احضر الأسيتيك يبقى هبدأ بكحول الإيثانول او الكحول الإيثيلي يعني، وأعرضه للهواء في وجود بكتيريا الخل يقوم يديني حمض الأسيتيك من الأستيلين. ودي طبعا خلي بالنا دي فيما بعد هنعرفها في المخطط بتاع المعادلات. من الاسيلين ده هنحضر حاجات كتير جدا، يبقى هعمل هيدره حفزيه للاسيلين. يعني ايه هيدره؟ يعني اضافه ميه. يعني ايه حفزيه؟ يعني في وجود عامل حافز. بتكون الاسيتالدهايد الاول وبعدين الاسيتالدهايد بتاكسد الى حمض الاسيتيك، يبقى اسيلين اعمل له هيدريشن او هيدره. موضوع زائد H2O ده مش لازم، طالما انت هتكتب H2SO4 40% يعني هذا الحمض مخفف يعني ميه، فكتابه H2O يعني ممكن ما تكتبهاش. اذا في وجود عامل حفاز اللي هو احنا بنقول هدره حفزيه، اللي هو ايه؟ كبريتات الزئبقيق عند 60 درجه مئويه يديني الاسيتالدهايد. ثم الاسيتالدهايد ده بيحصل له اكسده في نفس التفاعل ويعطي حمض الاسيتيك. يبقى انا في هذه الخطوه حضرت حاجتين من الايثاين او الاستيلين، حضرت ايه؟ الاسيتالدهايد وحمض الاسيتيك. طب لو حبينا نحضر حمض البنزويك بقى بالطريقه الصناعيه، بنعمل له اكسده، نعمل اكسده لمركب يحتوي على ذره كربون متصله اتصال مباشر بالحلقه، يبقى فيها كربون. مين هو المركب ده؟ اقرب مركب للبنزويك اسيد هو التولوين، فباخد التولوين في وجود اكسيد الفناديوم والهواء الجوي عند 400 درجه مئويه بيحصل له اوكسيديشن. برضه 3O2 دي ممكن ما اكتبهاش، طالما انا بكتب هواء جوي فناديوم اوكسايد اكسيد الفناديوم وعند 400 درجه مئويه معناها ان انا بعمل اكسده بتعطي حمض البنزويك زائد ايه؟ الماء. الخواص الفيزيائيه، الخواص الفيزيائية الأحماض طبعا زي ما احنا اتفقنا جميع المركبات العضوية بتدرج الخواص الفيزيائية حسب الكتلة الجزيئية. الكتلة الجزيئية بتزيد الخواص الفيزيائية بتتغير. فالحالة الفيزيائية للمركبات العضوية اللي هي الأحماض، الأربعة الأولى منها سوائل اللي هو حمض الفورميك والحمض الأسيتيك والحمض البروبانويك وحمض البيوتيريك، ولحتها مش مقبولة، لحتها نفاذة. المتوسطة منها سوائل زيتية يعني لا تمتزج بالماء، طالما زيتيه يعني فيها زيت يعني معناها تاخد شكل الزيت، يبقى اذا لا تمتزج بالماء. العليا منها صلبه وعديمه الرائحه. الذوبان في الميه بقى دي نقطه مهمه جدا للاحماض او الكحولات بالذات،
ليه؟ لأن الأربعة الأولى من الأحماض بتمت الذوبان ولها سبب وعرفناه طبعا، بس هنكرره مرة تانية دلوقتي. الأحماض المتوسطة شحيحة الذوبان في المية، يعني قليلة الذوبان في المية. الأحماض العليا اللي هي الصلبة غير قابلة للذوبان في الماء. درجة الغليان بقى، طبعا درجة الغليان لازم تزيد بزيادة الكتلة الجزيئية. أي درجة غليان لأي مركب في المركبات العضوية بيزيد بزيادة الكتلة الجزيئية. بالنسبة للأحماض الأرومتية، الأحماض الأرومتية كلها مواد صلبة، ولذلك بنقول عليها بتنصهر مش بتغلي، لا بتنصهر. والأحماض الصلبة غير قابلة للذوبان في المية الباردة بالذات. يعني عندنا بعض الأحماض الأرومتية زي حمض البنزويك بيدوب في الماء الساخن، حتى بتعمل له بلورة من الماء الساخن. درجة الانصهار بتزيد طبعا بزيادة الكتلة الجزيئية. بالنسبة بقى للذوبان المية، ايه سبب ذوبان الافراد الاولى من الاحماض الالفاتية بالذات في المية؟ لانها بتكون روابط هيدروجينية مع المية. يعني الحمض لما بتحط عليه مية، المية بتتخلل الجزيئات وتفكك الجزيئات من بعضها، علشان المية بتعمل روابط جزيئية بين الجزيئات مع الجزيئات، فبالتالي تفكك الجزيئات من بعضها. إذن ليه الأحماض الكربوكسيلية الألفاتية الأفراد الأولى منها بتدوب في المية؟ لأنها بتكون روابط هيدروجينية مع الماء، وطبعا درجة الذوبان بتقل بزيادة الكتلة الجزيئية. درجة الغليان عالية. ليه درجة الغليان اللي هي طبعا الأحماض السائلة، ليه درجة غليان الأحماض الكربوكسيلية عالية؟ لأنها بتكون روابط هيدروجينية فيما بينها. يعني تلاقي كل جزيئين من الحمض عملوا رابطتين هيدروجينيتين بينهم وبين بعض، فبالتالي الجزيئات تتجمع عشان تفككها من بعضها، محتاجة طاقة، فدرجة الغليان تزيد. علشان كده الأحماض الكربوكسيلية أعلى درجة غليان من الكحولات، لأن الكحولات في كل جزيئين بينهم رابطة هيدروجينية واحدة، كل جزيئين من الكحول فيهم رابطة هيدروجينية واحدة. أما بالنسبة للأحماض، كل جزيئين بينهم رابطتين هيدروجينيتين. علشان كده أولا هذا الموضوع يفسر ليه درجة غليان الأحماض الكربوكسيلية الأفراد الأولى من الأحماض الكربوكسيلية الأفتادية درجة غليانهم عالية، لأنها بتكون روابط هيدروجينية فيما بينها تعمل على تجميع الجزيئات. طب ليه درجة غليان الأحماض الكربوكسيلية الألفاتية أعلى، أو عامة أحماض الكربوكسيلية أعلى من درجة غليان الكحولات؟ لأن في الأحماض الكربوكسيلية بتتكون رابطتين هيدروجينيتين بين كل جزيئين من الحمض، أما في الكحولات تتكون رابطة هيدروجينية واحدة بين كل جزيئين من الجزيئات الكحول. لو أنا حبيت أقارن بقى درجة الغليان بالأحماض مقارنة بالكحولات، الفورميك حمض الفورميك الكتلة الجزيئية له 46، احسبه. تعرف تحسب الكتلة الجزيئية؟ طبعا هيدروجين واحد، الكربون 12، واضرب عدد الوزن الذري في عدد ذرات الكربون، والأكسجين 16، اضرب عدد ذرات عدد الوزن الذري للأكسجين في 2، لأن عندي ذرتين أكسجين، والهيدروجين واحد، يبقى عندي 2 هيدروجين وعندي كربون 1 وعندي أكسجين، يعني هيطلع 46. درجة غليان له 100. الإيثانول الكتلة الجزيئية له 46، درجة غليانه 78. ما تنساش الحكاية دي. بص، فرق كبير جدا بين درجات الحرارة بين درجات الغليان. الحمض الأسيتك الكتلة الجزيئية له 60، درجة غليانه 118. حمض أو كحول البروبانول اللي هو برضه الكتلة الجزيئية له 60، درجة غليانه 98، يعني أقل من الحمض. يبقى احنا فسرنا ليه حمض الكربوكسيلي أعلى درجة غليان من الكحولات. طب تعالوا نقارن بين درجة غليان الأحماض وبعضها. ليه الحمض ده درجة غليانه أعلى من التاني؟ أولا الكتلة الجزيئية عليت، لكن إذا كمثلا حمض الفورميك كتلة الجزيئية 46، درجة غليان 100، الأسيتيك كتلة الجزيئية كم؟ 60، زادت درجة الغليان، زادت درجة الغليان بزيادة الكتلة الجزيئية. لو شفنا البروبانويك الكتلة الجزيئية 74، درجة غليان 141، البيوتانويك 88 للكتلة الجزيئية،
درجة 164. يبقى خلي بالك بقى ان درجة الغليان بتزداد بزيادة الكتلة الجزيئية ويقل التطاير، يعني حمض البيوتانويك اقل تطاير من حمض الفورميك، والحمض الفورميك اعلى او اسرع تطاير من حمض البيوتانويك. الخاصية الحمضية بقى احنا هنقارن دلوقتي، اولا الخاصية الحمضية هنعمل الخواص الكيميائية للاحماض، والخاصية الحمضية للاحماض بترجع الى البروتون، بروتون اللي هو موجود في مجموعة الكربوكسيل، سواء الأحماض الأروماتية الألفاتية، أحماض عفوا الكربوكسيلية الألفاتية أو الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية، فيها هيدروجين ويطلق عليها هيدروجين بدون اللي هو بتعادل مع القاعدة. وأثبت حمضية الحمض إزاي؟ إن أنا بفعله مع الفلزات النشطة يتفاعل، أفعله مع القلويات الهيدروكسيلات القوية أنا إيه بتفاعل، أفعله مع البيكربونات، وده تفاعل مهم للكشف عن الأحماض. تكوين الاسترات، التفاعل الثاني تكوين الاسترات، طبعا مجموعة الهيدروكسيل، خلي بالك بقى مجموعة الهيدروكسيل، يعني الخاصية الحمضية شملت ايه؟ ذرة الهيدروجين. تكوين الاسترات يخص مجموعة الهيدروكسيل، تفاعل يخص مجموعة الهيدروكسيل. يبقى اذا هفعله مع الكحولات يديني استر. التفاعل الثالث اللي هو الاختزال، اللي هو بيرجع الى مجموعة الكربونيل، اختزال، بختزل مجموعة الكربونيل تعطي، طبعا هتفاعله مع الهيدروجين في وجود عامل حفاز تتحول الى CH2، طبعا تحول الى الألدهيد الاول وبعدين تعطي الكحول الاولي. خلي بالك بقى انت عندك ثلاث تفاعلات، واحنا عندنا في الحمض دايما مجموعة هيدروكسيل ومجموعة كربونيل. قلنا ان الحمض بيعطي تفاعلين، تفاعل الهيدروكسيل مجموعة الهيدروكسيل، تفاعل مجموعة الكربونيل. تفاعل مجموعة الهيدروكسيل عطى تفاعلين، تفاعل يخص الهيدروجين، تفاعل يخص مجموعة الهيدروكسيل ككل. أما تفاعل مجموعة الكربونيل اللي هو الاختزال يخص مجموعة الكربونيل. نبدأ بقى بتفاعل أيون الهيدروجين اللي هو الخاصية الحمضية اللي هو البروتون. طبعا لما أفاعل الحمض مع الفلزات النشطة بتكون ملح، ملح الحمض. يبقى هاخد أي كان، حمض الفورميك، حمض البروبانويك، حمض الاسيتيك، هناخد مثال دلوقتي حمض الاسيتيك، افعله مع المغنيسيوم او مع الصوديوم او مع البوتاسيوم بيعطي ملح الحمض المقابل هو اسيتات المغنيسيوم، طبعا زائد هيدروجين لان انا عندي هنا المغنيسيوم حل محل الهيدروجين. لو شفنا الاحماض الاروماتيه بنفس الكيفيه، ما هو ده حمض وده حمض، بس طبعا في فرق في الحمضيه، في قوه الحمضيه وهنتكلم عنها بعد شوي. مع المغنيسيوم ايضا بيعطي بنزوات المغنيسيوم مع الهيدروجين. التفاعل الثاني بقى ده بالنسبه للخواص الكيميائيه للاحماض. التفاعل الثاني اللي هو تفاعل مع مجموعه الهيدروكسيل، تفاعل مع الهيدروكسيلات عشان ااكد تفاعل او حمضيه الاحماض، برضه لما افعله مع الهيدروكسيلات القويه زي هيدروكسيل الصوديوم وهيدروكسيل البوتاسيوم بتكون ايضا الملح المقابل، لان انا عندي قاعده بتقول حمض زائد قاعده بتعطي ملح زائد مي. يبقى الحمض الاسيتيك كمثال افعله مع هيدروكسيد الصوديوم المائي، هنا نكتب مائي، الاو اتش بتاع مجموع الهيدروكسيد بتاخد الاتش بروتون بتاع الحمض ويخرج على هيئه جزيء ماء ثم يعطي اسيتات صوديوم، يبقى ملح زائد مي. يبقى حمض زائد قاعده بيدي ملح زائد مي. كذلك بالنسبه للاحماض الاروماتيه مع حمض البنزويك ايضا بيعطي بنزوات الصوديوم زائد مي. التفاعل مع البيكربونات، واحنا قلنا هذا التفاعل مهم جدا لانه بيكشف عن الاحماض او يكشف عن حمضيه الحمض، بيسموه تفاعل الكشف عن الحمضيه. بتفاعل مع البيكربونات او الكربونات. الاحماض الانفاتيه مثلا حمض الاسيتيك كمثال، هناخد التفاعل مع البيكربونات يقوم يعطي، خلي بالك ده أيون البيكربونات، لأن الملح بيتكون من شقين، شق عادي اللي هو صوديوم وشق حمضي اللي هو إيه؟ بيكربونات. البيكربونات بتاخد الهيدروجين الموجب بتاع مجموعة الكربوكسيل من الحمض ويخرج كربونيك أسيد، حمض الكربونيك اللي بيتحلل بسرعة جدا إلى ثاني أكسيد كربون ومي.
وطبعا الصوديوم يحل محل الهيدروجين ويعطي أسيتات صوديوم. كذلك بالنسبة للأحماض الأروماتية سواء بنزوج سواء سلسلك سواء فيثاليك، أي حمض يتفاعل مع البيكربونات أو الكربونات ويعطي ثاني أكسيد كربون وماء. وطبعا احنا كلمنا عن هذا التفاعل وإزاي أكشف فيه به عن الحمض. الأحماض الأروماتية يا شباب أقوى حمضية من الأحماض الألفاتية، يعني حمض البنزويك أول فرد في أفراد الأحماض الأروماتية أقوى بكتير في الحمضية من حمض الأسيتيك أو حمض الفورميك. في حاجة مهمة جدا تاخد بالك منها، دي طبعا هو مش مفسرها في الكتاب وأنا كان بزودها لك عشان تفهمها، لكن أنت اللي أنت عايز تعرفه الأحماض الأروماتية أقوى حمضية من الأحماض الألفاتية، مش لازم من نظرياتها الألفاتية، لا أقوى حمضية من الأحماض الألفاتية. ليه بقى؟ كل حمض له قاعدة اسمها قاعدة مترافقة. يعني إيه قاعدة مترافقة؟ يعني أنا عندي الحمض لما بيطلق البروتون بيعطي أيون المقابل، اللي هو ده الأيون. يعني حمض البنزويك مثلا ده حمض بنزويك ناقصه هيدروجين، الهيدروجين لما خرجت هي دي القاعدة الايه المترافقة للحمض. إذا كانت هذه القاعدة المترافقة ثابتة، يعني تبقى ثابتة بدون البروتون، يبقى البروتون مش محتاج البروتون، البروتون ينطلق بسهولة. لماذا القاعدة المترافقة لحمض البنزويك ثابتة؟ لأن أنا عندي رنين في قاعدة، أنا عندي مجموعة كربوكسيل ساحبة زي ما احنا شايفين السهم كده، وبعدين الشحنة السالبة على الأكسجين الثانية تعمل ترافق رنيني مع مجموعة الكربوكسيل ويعطي هذا الشكل. بقت الكربونيل الأكسجين الكربونيل اللي كانت كربونيل بقت أكسجين، بقت أكسجين، وأكسجين اللي كان عليها الشحنة السالبة بقت ايه؟ كربونيل. يبقى في رنين هنا تغير الوضع بتاع القاعدة المترافقة. هذا الأيون الناتج عنده جنبيه حلقة مترافقة مع الرابطة المزدوج تعمل رنين هي كمان، لأن الإلكترونات مش مستقرة، فيعطي أيون موجب على الحلقة. الأيون اللي خرج ده في أي شحنة موجبة على الحلقة، الشحنة الموجبة على الحلقة دي تعمل رنين داخل الحلقة، الرابطة المزدوجة اللي جوه الحلقة دي تعادل الشحنة الموجبة، ويظهر شحنة موجبة في الوضع بارة بالنسبة لمجموعة الكربوكسيل، وبعدين الرابطة المزدوجة التالتة دي تعادل الشحنة الموجبة، ويظهر شحنة موجبة في الوضع قرصه تاني. يعني في صيغتين رنيتين كمان. يبقى عندي لهذه القاعدة المترافقة لحمض البنزويك أدى ثلاث أشكال رنينية أو أشكال للقاعدة المترافقة، ومعهم اثنين كمان اللي احنا ما كتبناهمش، مش يعني لأن ده مش موضوعنا، يبقى خمس أشكال رنينية، فيعمل ثبات عالي جدا لهذه القاعدة المترافقة. والهيدروجين بقى ما يطلع كبروتون، يبقى إذن إطلاق البروتون من الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية أسهل بكتير من إطلاقه من الأحماض الألفاتية. طب تعالوا نقارنه بالأحماض الألفاتية. آر دي ألكيل، مجموعة ألكيل، ومشهور ومعروف وكلنا عرفنا قبل كده أن مجموعة الألكيل مجموعة معطية بتعطي عكس الحلقة، الحلقة سحبت، شوف سحبت من الرابطة المزدوجة هنا، لكن مجموعة الألكيل دي بتعطي إيه بقى؟ بتعطي إلكترونات للكربون اللي هي مرتبطة بالأكسجين ومرتبطة بمجموعة الكربونيل. فزي اللي فوق بالظبط يحدث رنين، ان مجموعة الكربونيل دي فيها الاكسجين السلبية الكهربية لها عالية، تسحب الالكترونات الرابطة باي في اتجاه الاكسجين، وتعمل زي اللي فوق بالظبط شحنة سالبة اللي هنا تيجي على الرابطة اللي بين الكربون والاكسجين وتعطي الشكل ده زي الشكل اللي فوق. بس ده كله ان مجموعة الالكين دي مجموعة معطية بتزود الكثافة الالكترونية على الكربون، وبالتالي الكربون بتبقى مش محتاجة قوي الرنين ده، تبقى الرنين ضعيف. يظهر الشكلين الرنينيين للقاعدة المترافقة للحمض الألفاتي فقط. شوف بقى هناك كان خمسة، وبالتالي إذن
الحمض الكربوكسيلي الأروماتي أقوى حمضية من الأحماض الأليفاتية. الكلام اللي احنا شرحناه ده مش عليك انت، بس يعرف كده، انا بس عشان بقول لك الكلام ده عشان تعرفه. طيب انا لو حبيت اقارنه اقارن بقى الاحماض بالكحولات، الاحماض ليه اعلى حمضيه من الكحولات؟ الاحماض الكربوكسيليه اقوى حمضيه من الكحولات. ليه؟ لان الرابطه او اتش في مجموعه الكربوكسيل في الحمض مستقطبه بقوه اكبر بسبب وجود مجموعه الكربونيل. ما هو شفت، مش دي مجموعه كربونيل بتسحب الالكترونات كده، اتوم الاكسجين تسحب الالكترونات اللي موجوده بينها. شوف الاكسجين طبعا طالما في رنين زي كده زي ما احنا شايفينه قبل في الاحماض في سحب الالكترونات، يقوم الاكسجين دي عايزه تعوض الالكترونات، هتعوضها من مين؟ من الهيدروجين. يوم الهيدروجين تخرج بسهوله اكتر ما تخرج من الامن الكحول. شفت القاعده المترافقه للكحول ما فيهاش صيغه رنينيه، هي صيغه واحده، في حين ان القاعده المترافقه للاحماض في كام صيغه رنينيه؟ في الاحماض الالفاتيه صيغتين رنينيتين، اما في الاحماض الاروماتيه خمس صيغ رنينيه. اذا يا جماعه ناخد بالنا كويس جدا، نقول ان ليه الاحماض اعلى حمضيه من الكحولات؟ لان الرابطه بين الاكسجين والهيدروجين في الاحماض او في مجموعه الكربوكسيل يعني مستقطبة بقوة أكبر منها في الكحولات بسبب وجود مجموعة الكربونيل السحبة. طبعا مجموعة الكربونيل تسحب تخلي استقطاب الـ OH دي عالي جدا. الحاجة الثانية أن القاعدة المترافقة للحمض أكثر استقرار من القاعدة المترافقة للكحول. تعالوا بقى نشوف ترتيب الأحماض حسب القاعدية، الأحماض وغيرها، الأحماض العضوية، الأحماض غير العضوية أعلاهم، يليها الأحماض الأروماتية الكربوكسيلية، يليها الأحماض الأليفاتية، ثم الفينولات طبعا، ثم الكحولات. طب لو سئلنا سؤال رتب حمض الفورميك وحمض البنزويك وحمض الخليك حسب زيادة القاحمضية، يبقى أقول إيه بقى؟ طبعا حمض الفورميك الأول. ليه؟ لأن حمض الفورميك لا يوجد به مجموعة ألكيل في ذرة هيدروجين، وإحنا قلنا مجموعة الألكيل دي مجموعة معطية بتقلل الشحنة المجابة على الكربون، تقلل الرنين، لكن الفورميك فيه هيدروجين فقط فما بيعطيش ولا ياخد. ومجموعة الألكين اللي هي في حمض الخليك بتقلل الايه؟ الشحنة المجابة، الشحنة السالبة على الكربون. أما الشحنة المجابة عفوا. أما حمض البنزويك طبعا أعلى من حمض الأسيتيك زي ما شرحنا آنفا. نشوف بقى تفاعل مجموعة الهيدروكسيل اللي هو تكوين الإستر، وطبعا كلام احنا اتكلمنا عنه برضه. حمض مع كحول، وأعلم الكحول أنه بنظير 18، ألاقي أن البروتون بيخرج من الكحول والأو اتش بتخرج من الكحول ويعطي ماء ثم يكون الإستر. وكذلك طبعا بالأحماض الأروماتية هنا لازم يكون في عامل نازع للماء طبعا بالنسبة لاستخدام الحمض البنزويك. يفضل استخدام دراي اتش سي ال بدل حمض الكبريتيك. تفاعل مجموعه الكربونيل اللي هو اختزال، تفاعل الاختزال. طبعا تفاعل الاختزال ده بيتم تحت وجود عامل حفاز وعند درجه حراره 200 في وجود كرومات النحاس. هذا الحمض الكربوكسيلي سواء الفاتي او اروماتي في هيدروجين، هعمل اختزال يبقى اللي هو كرومات النحاس في وجود 200 درجه مئويه يقوم يختزلوا الى الإيثانول. يبقى إذن أي حمض كربوكسيلي يختزل في وجود كرومات النحاس عن 200 درجة مئوية ويعطيني مين؟ يعطي الكحول للمقابل، سواء أروماتية، سواء أحماض أروماتية أو أحماض أليفاتية. ما ننساش الكلام ده. لو أنا حبيت أكشف عن الأحماض، طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي قلنا ممكن بالبيكربونات أو الكربونات. لو أنا أكشف عن الحمض أليفاتي أو حمض أروماتي سيان، بكشف إزاي بقى؟ تفاعل مع البيكربونات عند إضافة ملح الكربونات أو بيكربونات الصوديوم إلى الحمض يحدث فوران وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير. طبعا الكلام ده محفوظ وحفظناه، بيطلع ثاني أكسيد الكربون ويعطي ملح صوديومي للحمض. والتفاعل ده مهم قوي اللي هو تكوين الصوديوم ده بالذات مع هيدروكسيد الصوديوم. كشف تكوين الإستر برضه أنا بكشف عن الحمض تكوين الإستر، ما
بعمل تفاعل الأسطرة مع الكحولات وديني ريحة طيبة زكية، معروف انه استر، ويبقى انا بكشف عن الحمض بطريقتين، كشف في المعمل، خلي بالك كيفية التعرف على الحمض، تفاعل مع البيكربونات وتفاعل الأسطرة. طب الكشف عن الكحولات ازاي؟ اكشف عن الكحول تفاعله مع الصوديوم عشان يطلع هيدروجين، وتفاعل الاستر لو انت فاكر الاحماض العضوية واستخداماتها مع طبعا حمض الفورميك اللي هو حمض النمل. طبعا دي كلام كله انشاء يا شباب، صبغات ومبيدات حشرية وعطور وعقاقير. حمض الاسيتيك طبعا حمض النقي منه بيطلق عليه حمض جليشيا الاسيتيك او الحمض الثلجي لانه بيتجمد عن 16 درجة مئوية، وهذا الحمض المخفف منه 4% بنستخدمه في البيوت تحت اسم الخل، وبرضه ايضا بيستخدم في المبيدات الحشرية والصبغات والحرير الصناعي وفي الاضافات الغذائية. حمض البنزويك ده من الاحماض المهمة في الصناعات، بنحوله الى الملح الدايب بتاعه الملح الصوديوم علشان يعطي بنزوات الصوديوم اللي بتستخدم في معظم الأغذية المحفوظة. حمض الستريك ده حمض الليمون أو حمض اللي موجود في الليمون، طبعا هو مشهور جدا، موجود في الليمون والبرتقال، والليمون أكتر بكتير جدا. مهم قوي أنه بستخدمه لأنه بيمنع نمو البكتيريا، البكتيريا بتنمو في منطقة قريبة من التعادل، فلما بضيف حمض الستريك اللي هو بقى حمض الليمون او حمض اللي فيه اللي موجود في الليمون اضيفه على الماء على المواد الغذائيه، يقوم ينقل رقم الهيدروجيني من مكان البكتيريا ينقلها الى الشق الحمضي، فبالتالي يموت البكتيريا. حمض اللاكتيك ده معروف مشهور، موجود في اللبن، وهو هذا الحمض بينتج نتيجه فعل الانزيمات بتفرزها بعض انواع البكتيريا على سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، بتولد في الجسم طبعا نتيجه المجهود الشاق. حمض الاسكوربيك اللي هو فيتامين سي ايضا من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بكميات قليله، موجود في الموالح طبعا فواكه والليمون والخضروات، بتحلل بالحراره، يؤدي نقصه الى مرض الاسكربوت وتورم المفاصل وعوافانا وعافاكم الله، وتاخر دايما التئام الجروح. حمض السلسليك ده طبعا من الاحماض المشهوره اللي هنشوفه في الاسترات، اللي هو عباره عن ماده صلبه لا يذوب في الماء، بيستخدم في تحضير وصناعه الاسبرين وزيت المروخ، بيستخدم في مستحضرات التجميل، بيشيل حب الشباب وما الى ذلك البثور اللي بتظهر في جسم الانسان. الاحماض الامينيه طبعا مشتقات الاحماض الامينيه، الاحماض الامينيه يا شباب معروفة جدا ومشهورة جدا. أحماض الأمينية تشتق يطلق عليها أحماض مشتقات أمينية للأحماض الكربوكسيلية، ومنها أحماض الموجودة في البروتينات، علشان كده بيسموها بولي أمينو أسيد اللي هي البروتينات والبيبتيدات. وحمض الجليسين ده أبسط أنواع الأحماض الأمينية، وحمض الألانين معاه. هذا الحمض ذا حمض عندي حمض الاسيتيك في ذره هيدروجين استبدلت بمجموعه امينو فاعطاني حمض الجليسين. جميع الاحماض الامينيه اللي موجوده في البروتينات من نوع يسموها احماض الفا امينيه. يعني ايه الفا امينيه؟ يعني مجموعه الامينو مستبدله على الكربون من هيدروجين على الكربون المجوره لمجموعه الكربوكسيل. عشان كده قلنا الاحماض الكربوكسيليه الالفاتيه ده تسميه عامه، يعني الكربون اللي هي جنب الكربوكسيل على طول بيقول عليها الفا، والكربون اللي بعدها بيتا، والكربون اللي بعدها جاما، وهكذا. فعشان كده بنقول الحمض ده اسمه حمض الفا اميني، دي مجموعه ذره كربون الفا، ودي مجموعه الامينو على الكربون الفا. ومعروف ان البروتينات عباره عن بوليمرات الاحماض الاميني. تعالوا بقى نتكلم عن الاسترات، والاسترات تشمل بعض التفاعلات الكثيرة التي تغطي الكحولات والأحماض. الإستر هي عبارة عن صيغة عامة RCOOR- حيث R- قد تساوي R أو لا تساويه، وقد تكون الR دي مجموعة ألكيل أو أريل،
والار داش دي ممكن الكيل او اريل. خلي بالكم بقى الار داش دي لازم تكون من الكحول اللي هي الار داش المرتبطه بالاكسجين، اما الار المرتبطه بالكربون الكربونيل فهي من الحمض. يبقى في شق حمضي اللي هو ار سي او او، والار دي هي ايه من جايه من مجموعه الالكيل الكحول. طبعا توجد في الطبيعه وقصه طويله ولها ريحه ذكيه، وشمع النحل عباره عن استرات، والزيوت والدهون عباره عن استرات ثلاثيه للجليسرول مع الاحماض الكربوكسيليه او الاحماض الدهنيه. لو حبينا نسميها بقى تسميه نظاميه، هاخد هقول الاسم ازاي. هسمي الاسترات تسميه نظاميه، ده تسميتين، تسميه عامه وتسميه نظاميه. التسميه النظاميه ازاي هكون الاسم؟ خلي بالكم مهمه جدا، هاخد الشق الحمضي تبعا للتسميه النظاميه. يعني ايه الشق الحمضي تبعا للتسميه النظاميه؟ يعني مثلا الحمض الفورميك تسميته النظاميه ايه؟ ميثانويك. انا هاخد بقى الميثانويك، والجزء الثاني من الكحول اللي هي مجموعه الالكيل بناخدها من اسم العام لمجموعات الالكيل. التسميه العامه بنفس الطريقه بالضبط، بس هناخد الشق الحمضي تبعا للتسميه العامه. يبقى التسميه النظاميه الشق الحمضي تبع التسميه النظاميه، ومجموعه الالكيل التسميه العامه. التسميه العامه للاسترات الاثنين الشق الحمضي ومجموعه الالكيل تبع التسميه العامه. هنحسب كلمه حمض ونبدلها، نبدل المقطع يك من الحمض بالمقطع ات، بنزوات، فورمات، وهكذا. طب تعالوا نشوف. طبعا اقرا الكلام ده هتلاقيه الكلام نفس الكلام اللي احنا قلناه. مركب زي ده يا شباب، HCOOCH2CH3، فين الشق الحمضي؟ الشق الحمضي هو ده. طب الشق الحمضي ده اسمه ايه؟ في التسميه العامه. طب خلينا بالتسميه النظاميه الاول، لان دايما يا جماعه التسميه النظاميه تكتب اولا وتحتيها التسميه العامه بين قوسين. التسميه النظاميه ده من الميثان، وقلنا الميثان الحمض المقابل له بالتسميه النظاميه ميثانويك، يبقى ده هو الميثانويك شق الحمض، بس مش ميثانويك لانه لا يوجد هيدروجين. دي بقى القاعده المرافقه او المترافقه للحمض اللي هي ميثانوات. احنا قلنا ميثانويك، هشيل اليه كاف واضع الف ت، يبقى ميثانوات. طب التسميه العامه فورميك، يبقى فورمات. طب الالكيل بقى هنسميها التسميه العامه، مجموعه دي اسمها مجموعه الايه سي اتش 2 سي اتش 3 اللي هي الايه، او سي اتش 3 سي اتش 2 اللي هي الايثايل، يبقى ميثانوات ايثايل، وبرده فورمات ايثايل. شوف غيره سي اتش 3 سي اي سي سي او او، ده شق الحمضي اسمه ايه؟ ايثانوات من ايثانويك. طب في التسميه العامه اسيتات او خلات، والمجموعه دي اسمها ايه من الالكيل؟ ميثايل. نشوف غيره بنزوات ايثايل، وما لهاش اسم غير بنزوات واحد. لو حبينا نحضر طبعا تحليل الاسترات مشهور جدا، قلناه مره، احنا قلناه دلوقتي يطلع 10 مرات، مره مع الكحولات ومره مع الاحماض ومره مع المراجعه، ومره واحنا كل ما نتكلم عن الاسترات نقول تحضيرها. حمض كربوكسيلي زائد كحول في وجود عامل نزع للميه والتسخين، عامل نزع للميه حمض كبريتيك مركز بيديني الاستر والميه. حمض الفورميك لو فعلته مع الايثانول يعطي ايثانول ميثانوات الايثايل او فورمات الايثايل. حمض الاسيتيك مع الميثانول شفت بقى بتتكون ازاي؟ اسيتات، وهكذا يا شباب. طريقه التحضير لازم نكون عارفينها كويس جدا. يفضل استخدام دراي اتش اس ال كعامل نازع للميه في تفاعل حمض البنزويك مع الكحول. ليه؟ لانه استخدمت حمض الكبريتيك المركز ممكن يعمل لي سلفنه لحلقه البنزين. الخواص الفيزيائيه والكيميائيه، طبعا معظم الاسترات عبارة عن سوائل، لكن لما بتزيد الكتلة الجزيئية التحول إلى مواد صلبة تتميز بالرائحة العطرة،
اقل درجه غلاء من الاحماض. ايوه دي مهمه جدا ان الاستيرات اقل درجه غلاء من الاحماض. لماذا؟ لان لا يوجد بها مجموعه هيدروكسيلة التي تكون روابط هيدروجينيه بين الجزيئات. درجه غلاء الاستيرات بقى هنقارنها بالكحولات وبالاحماض والكحولات. خد بالك الكتله الجزيئيه 60، المركب اسمه ايه؟ حمض الاسيتيك. درجة غليانه كام؟ 118. احنا اتفقنا الكحول بروبانول درجة غليانه كام؟ 97.8 او 98. الاستر اللي هو فورمات الميثايل او ميثانوات الميثايل 31. شوف كل دول الثلاثة دول واحنا في الشرح قلنا 4 منهم، قلنا 2 بروبانول من ضمن، لكن احنا هنختصر على 1 بروبانول. فورمات الميثايل كتلة الجزيئية لها 60. شوف هي اقل درجه غليان من الكحول ومن الحمض. لماذا؟ لانها لا تحتوي على مجموعه هيدروكسيل التي تسبب في تكوين روابط هيدروجينيه بين الجزيئات. تعالوا نشوف كتله جزيئيه اخرى 74 من المركب اللي عندنا بيوتانويك، درجه غليانه 141. واحد بيوتانول درجه غليانه 118. مين اللي عندنا في الـ في الـ في الاستر؟ اسيتات الميثايل اللي هي ايثانوات الميثايل، درجة غليانها كام؟ 57. يبقى شوف درجة غليان الأسيتات الميثايل أقل من البيوتانول وأقل من البيوتانويك. الخواص الكيمياء طبعا هنا بقى تاخد بالك كويس جدا، لازم يجي سؤال في الحتة دي. الخواص الكيمياء الاستيرات إيه بقى؟ في ثلاث أنواع من التحلل. تحلل مائي في وسط حمضي اللي هو بنقول عليه تحلل حمضي، استر زائد مية بيعطيني حمض زائد كحول. ازاي يا عم؟ عشان كده بنقول لازم يكون في نزع للميه في تكوين الاستر. ان لم يكن في نزع للميه لا يعطي التفاعل، يرجع تاني يعمل يعطي حمض كربوكسيلي واستر وكحول. يبقى اذا هذا التفاعل تفاعل عكس الاسطره. يعني لو انت خدت الاستر وضفت عليها ميه في وجود بروتون وجود يعني وسط حمضي يوم يعطيك الايه؟ حمض الكربوكسيلي والكحول. يبقى التفاعل تحلل الماء في وسط حمض الاسترات هو عكس تفاعل الايه؟ الاسطره. هذا الاستر اللي هي ميثانوات الايثايل، لو حطيت عليها تحلل ماء حمضي تعطيك حمض الميثانويك والايثانول. وهكذا بقى طبعا في امثله كثيره. وهكذا اي استر لما تعمل لها تحلل ماء في وسط حمضي اللي هو التحلل الحمضي يعطيك ايه؟ الحمض والكحول. في تحلل مائي في وسط قلوي اسمه التحلل القاعدي او التحلل المائي القاعدي اللي هو بيسموه التصبل. لماذا؟ لان جت الكلمه من تحلل استرات الجليسرايد، فعطت الصابون اللي هو ملح الصوديومي للاحماض اللي كانت عامله استر مع الجليسرول. يعني هاخد حمض، لان بقول لك هو ليه انا قلت هذا او قالوا تسموها التصبل، لان الصابون هو املاح الصوديوم للاحماض الكربوكسيليه اللي عدد ذرات الكربون فيها عاليه. استر زائد اكوا صوديوم هيدروكسيد، يعني اكوا صوديوم هيدروكسيد يعني هيدروكسيد صوديوم مائي، وتسخن يعطيك ملح صوديوم للحمض الكربوكسيلي اللي هو الصابون يعني والكحول. ده ايثانوات ميثايل مع محلول هيدروكسيد صوديوم مائي يعطيك ملح الصوديومي ايثانوات صوديوم او اسيتات الصوديوم والميثانول. وهكذا طبعا هو يكفي مثال بس، ولكن احنا بنجيب اكتر من مثال. في تحلل ثالث اسمه التحلل النشادري اللي هو التحلل في وسط الامونيا، تحلل الامونيومي، يعني تفاعل الاستر مع الامونيا يعطي الامايد، وده جديد عليكم شويه لانه ما خدناهوش قبل كده. استر مع امونيا مع محلول مائي للامونيا يوم يعطيني اميد الحمض والكحول. لاحظ ان الثلاث تحللات بيعطوا الكحول في كل حال، الكحول مشترك. يعني في حال تحلل الماء في وسط حمضي يعطي الحمض والكحول، تحلل الماء في وسط قاعدي يعطي ملح الحمض والكحول، تحلل الماء في وسط الامونيوم يعطي اميد الحمض والكحول. ده بناخد بالنا من الحكايه دي. الصيغه العامه للاميدات طبعا معروفه ومشهوره جدا، اميد وده اميد اروماتي او اميد الفاتي. تسميه الاميدات ناخد بالنا شويه كده، سنه صغيره قوي هنلاقينا عرفنا تسميه الاميد ازاي. ده حمض ومعروف انه حمض الفورمين، اخره ايه؟ المفروض مجموعه كربوكسيل سي او او اتش
هشيل الـ OH وأضع NH2 بقت أمايد. طيب أسميه إزاي؟ في التسمية العامة الحمض اسمه فورميك. طب الأميد بقى أسميه تسمية عامة إزاي؟ فورما، هشيل اليه كاف، لأن اليه كاف دي يا جماعة مميزة للأحماض، فأشيلها وأضع المميز للأميد اللي هو كلمة أميد، يبقى فورمامايد. طب التسمية النظامية للحمض الفورميك اسمه ميثانويك. شلنا الأويك وهنحط الألف ته، عفوا الألف ألف ميم يهدال أمايد، يبقى ميثانامايد. أسيتك اللي هو NH2 حبة، عشلنا الأويك وحطنا NH2، الأسيتك أو خليك أسيتامايد، إيثانويك إيثانامايد. طب بنزويك أو بتوريك، روبيونيك طبعا وهكذا. طب عشان نشوف البنزويك، بنزويك بنزوات، ولا بنزامايد بنزامايد. احنا بنتكلم عن الأميدات دلوقتي، يبقى أي اسم في الأحماض أشيل اليه كاف أو الواو يه كاف وأضع كلمة أو المقطع أمايد، في دي التسمية العامة أو التسمية، عفوا تسمية الأميدات. الإسراد بقى بنعمل بيها إيه في حياتنا بقى؟ ده أهمية كبيرة جدا. الإسراد أصلا يا شباب هي دهون، يعني أحماض دهنية مع جليسرول بتعطيني دهن أو زيت. الإسراد أي إستر، البسيطة بيطلق عليها إستر، زي إستر سنوات الإيثايل، زي ميثانوات الميثايل، زي بنزوات الإيثايل. لكن في بقى استرات لأحماض ذرات الكربون فيها كبيرة، يعني 16 ذرة كربون، 18 ذرة كربون، 20 ذرة كربون، فدي هي بقى الاسترات بتاعته اللي بنقول عليها الدهون أو الزيوت. طب الدهون والزيوت دي اتكونت ازاي؟ اتكونت نتيجة تفاعل الأحماض اللي عدد ذرات كربون اللي فيها عالية جدا، اللي هي ده اللي هي الأحماض الدهنية دي، اتفاعلت مع الجليسرول بالذات وليس أي كحول تاني، يبقى يعطيني إستر ثلاثي الجليسرايد. ليه اسمه إستر ثلاثي الجليسرايد؟ لأن جزء واحد من الجليسرول يتفاعل مع ثلاث جزيئات من الحمض، يعطي إستر ثلاثي الجليسرايد، طبعا زائد الماء. الإسترات طبعا لازم تتحلل، مش احنا شفنا جميع الإسترات بتتحلل؟ طبعا بتتحلل في وسط الحمضي، بتتحلل في وسط القاعدي، بتتحلل في الوسط الأمونيومي، بها إستر زي أي إستر. ولكن احنا بنتكلم نهاردة على تحلل إسترات القاعدي، تحلل الإسترات ثلاثية الجليسرايد القاعدي، عشان نعمل عملية التصبن عشان يكون الصابون. يعني التحلل المائي لهذه الإسترات في وجود هيدروكسيد الصوديوم يتكون الملح الصوديوم للأحماض الدهنية العالية اللي هو الصابون. وعملية التصبن هي في الأساس أصلا اسمها تحضير الصابون، وطبعا بينتج مع الصابون الجليسرين اللي هو مرطب للبشرة. هناخد أي زيت. في مرة كده زمان حصل أزمة في الصابون، فبقت الناس تجيب زيت الطعام ده وتعمله تغليه مع هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم، وعايز يضيف ليه ريحة بتاع يكون صابون. فدهن أو زيت مع محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم وأسخن يديني ملح صوديومي لحمض دهني اللي هو الصابون زائد الجليسرول. يعني ده إستر ثلاثي الجليسرايد اللي هو الدهن أو الزيت، أفعله مع هيدروكسيد الصوديوم يوم يعطيني ملح صوديوني للحمض الدهني اللي هو الصابون مع الجليسرول. ده يخليني أسألكم سؤال، إيه الفرق بين الصابون والمنظف الصناعي؟ الصابون إيه الفرق بينه وبين المنظف الصناعي؟ ركز كده. الصابون هو إيه؟ تحلل قلوي مائي للدهون يعطي الصابون. أما المنظف الصناعي هو عبارة عن الملح الصوديومي لألكيلات حمض السلفونيك. ارجع عليها كده هتلاقيها ببساطة جدا. الإسراد بقى كبوليمرات، يعني احنا لو خدنا حمض الخليج وفعلناه مع الميثانول
يعطي بوليمر؟ لا، ده احنا قلنا البوليمر له مواصفات، اللي علشان يعطي بوليمر الحمض عشان يعطي بوليمر لازم يكون ثنائي القاعدية. احنا عرفنا بقى يعني ايه حالة القاعدية وثنائي القاعدية، يعني في مجموعتين كربوكسيل، والكحول لازم يكون على الاقل في مجموعتين هيدروكسيل. فاذا من اهم هذه الاحماض اللي احنا اتكلمنا عنها هو حمض التريفثاليك. لما فعلوا مع الإيثيلين جليكول برضو في مجموعتين هيدروكسيل في وجود عامل نازع للمية زي حمض الكبريتيك، يوم يعطيني البولي إيثيلين تريفثاليت اللي هو البولي إستر اللي هو الدكرون، وبيقولوا لي الدكرون طبعا في جزء كحول وجزء حمض ما احنا اتفقنا قبل كده. الدكرون ده من الأقمشة المهمة جدا، طبعا هو مش بيستخدم كقماش فقط، ولكن بيستخدم لأنه خامل كيميائيا، يستخدم في صناعة أنابيب لاستبدال الشرايين التلفة لأنه لا يتفاعل، وصمامات القلب الصناعي. طبعا الأسترات لها أهمية كبيرة جدا كعقاقير طبية، تستخدم في صناعة زيت المروخ والأسبرين. لو شفنا زيت المروخ وناخد بالنا كويس قوي كده هفعله مع مين؟ حمض السلسلك. اهو حمض السلسلك، ذكر شوية كويس جدا، حمض السلسلك فيه مجموعتين، مجموعة كربوكسيل ومجموعة هيدروكسيل. لما هذا الحمض يتفاعل مع كحول يبقى الكحول هيتفاعل مع مجموعة الكربوكسيل. مش احنا قلنا ان الكحول يتفاعل مع مجموعة الكربوكسيل ويعطي إستر؟ يبقى في هذه الحالة في وجود الكحول بينسى مجموعة الهيدروكسيل، يعني كأنه ما كانها مش موجود، وتفاعل ويعطي إستر. يبقى اتش من الكحول واتش من الحمض ويعطي سلسلات ميثايل اللي هي زيت المروخ. يبقى هنا الحمض ايه؟ حمض سلسلك تفعل على انه ايه؟ حمض كربوكسيلي. طيب في الاسبرين بقى، الاسبرين عندنا حمض السلسلي هيتفعل مع حمض في مجموعة كربوكسيل، فمجموعة الكربوكسيل لا يمكن تتفعل مع مجموعة كربوكسيل، يعني حمض مع حمض مستحيل تتفعل كربوكسيل مع كربوكسيل. ففي هذه الحالة حمض الاسيتيك يتفاعل مع مجموعة الهيدروكسيل الفينولية، دي فينول. دلوقتي احنا قلنا ان حمض السلسلك بيشتغل على وجهين، وجه حمض كربوكسيل ووجه فينول. فالحمض الكربوكسيلي اللي هو حمض الإيثانويك هيتفاعل مع مجموعة الهيدروكسيل الكحولية وينسى مجموعة الكربوكسيل ويعطي إستر أيضا، يخرج OH من الحمض طبعا والH من الفينول ويعطي إستر اللي هو أسيتايل الحمض السلسلك اللي هو الأسبرين. وكده بقى الحمض تفاعل على انه ايه؟ تفاعل على انه فينول. طيب معروف الاسبرين بيتحلل، طب ما مش الايستر يا جماعه ولا ايه؟ طبعا احنا قلنا الايستر ده بيتحلل ايه؟ تحلل الماء في وسط حمض، تحلل الماء في وسط قاعدي، وتحلل الماء في وسط امنيومي. يبقى ده بيتحلل برضه ثلاث انواع، ولكن احنا علينا فقط التحلل الماء في وسط حمض. يعطي مين بقى؟ يعطي الحمض السلسلك مع حمض الايثانوي، يبقى حمضين. وده مشكله كبيره جدا انه يبقى عندك حمضين في المعده او في الجسم الانسان. فالماده الفعاله في الاسبرين هي حمض السلسلك، لما بنضيف له مجموعه الاسيتايل اللي هي دي بتثبط من حمضيته، بتقلل حمضيته يعني، وتحوله الى عديم الطعم عشان الانسان تقدر تستسيغه عند اخذ الاسبرين. عشان كده الناس بتنصح، الاطباء بينصحوا ان انواع الاسبرين بتخلط بماده قلويه مثل هيدروكسيد الالومنيوم علشان تعادل الحمضيه بتاع حمض السلسلك. وايضا بينصح الاطباء ان انا اطحن او افتت حبه الاسبرين او ادوبها في الماء قبل البلع، علشان الاسبرين بيتحلل مائيا الى حمض السلسلك وحمض الايثانويك، واحنا في غنى عن وجود احماض داخل المعده زياده عن اللازم علشان ما تعملش حموضه في الجسم او حموضه في المعده. شكرا جزيلا، وألقاكم إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم، وهو لقاء تحويلات المجموعات الوظيفية في الكيمياء العضوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.